اي واحد غيقلل عليا الاحترام غير ربي الاصل ضمه غير ربي احسن تربيه. اللي بغى يجرب يعاير ودي فين تربى مرحبا ولا تديك ورا الشمس. هي رجال حموش الله يعمرها هذا وماشي كاملين راه كنقول كاين شي وحدين ولاد الخيريه ما كتسيقونيش. فين وصلتي مع اسمح لي فين وصلتي مع الزوج ديالك زعما انت واعر زعما ولكن انت كتشاركي حياتك. اذا كنقول لكم مرحبا بكم في الحلقه 26 من حلقات اسطنبول باي نايت. اللي في هذه الحلقه غادي نناقشوا مجموعه من المستجدات والاحداث الخطيره اللي كتروج في مواقع التواصل الاجتماعي. وغادي نبداو من النقطة الأولى اللي غادي نشوفوا كيفاش أن هذا المدعو ديال صوفيا طالوني يهدد المغاربة اللي كيتواجدوا بتركيا بأنه غادي يرسلهم للسجن، لأنه بكل بساطة الشرطة التركية كتوفر لواحد المعاملة اللي هي تفضيلية. كذلك غادي نناقشوا تصريحات خطيرة ديال المدعو عادل ميلودي اللي خرج بها على مواقع التواصل الاجتماعي، اللي صراحة غادي تكون تصريحات غادي تفاجئكم بقوة. كذلك تفاصيل عن اعتقال المدعوة فتيحة روتين اليومي والخلفيات الحقيقية ديال هاد الواقعة. كذلك غادي نتحدثوا على الفنانة دنيا بطمة واستفزازات الصحافة المغربية. الإخوة الكرام لا تنسوا الضغط على زر لايك، تشاركوا الحلقة على وسع نطاق وتنخرطوا معنا في القناة. وكالعادة كنقول لكم مرحبا بكم في الحلقة 26 من حلقات اسطنبول باي نايت. نتلقى مباشرة بعد الفاصل. اذا ونعود الاخوه الكرام باش نبداو الحلقه ديالنا، وغادي نبداو من احداث اللي وقعت مؤخرا واللي كتروج على مواقع التواصل الاجتماعي. بحكم ان البرنامج ديالنا يتكلم حول الاحداث اللي كتوقع في تركيا، غادي نرجعوا مره اخرى للحديث حول هذا المدعو ديال صوفيا طالوني اللي من بعد ما كشفنا الحقيقه ديالو في تركيا وفي اسطنبول وكيفاش كيقوم بالنصب على مجموعه من الضحايا العرب والمغاربه في عمليات جميل بطبيعه الحال اللي كتنتهي بمآسي. وقلنا في حلقة سابقة بأن العيادة ديالو حاليا كتعاني من واحد الفراغ اللي هو كبير جدا، الناس ما بقاتش كتمشي عنده. ومن بعد ديك الأحداث الإخوة الكرام غادي يخرج مباشرة في ستوريات غاضب جدا، وغادي يبدا يهدد مجموعة من المغاربة اللي كيستنكروا الأفعال ديالو اللي ما كتعجبهمش الأفعال ديالو. غادي يهددهم بأن إذا شخص ما تكلم معه في الشارع نسمعوا شنو غادي يقدر أنه غادي يدير ليه. سمعوا معايا الاخوه الكرام، هذه التصرفات وهذه الحقيقه ديال هذا الشخص اللي غادي تبان في الواجهه، منين المغاربه غادي يعرفوا الحقيقه الكامله ديالو وغادي ياخذوا الاحتياطات ديالهم، لان الناس ما كانوش عارفينه. كانت الناس كتوجه بنيه اللي هي صالحه العياده من اجل القيام بعمليه تجميليه، حتى كتوقع في العديد من المشاكل تقدر تنتهي المساله بالابتزاز الى ما تكلمتي او لا حاولتي انك تفضح ما وقع لك في اسطنبول. غادي نشروا لك الصور والفيديوهات ديالك وكل هذه الامور اللي عشناها في حلقات سابقه. بعد ما تفضحات كل هذه المعطيات، تسمعوا الان الاخوه الكرام المستوى اللي وصلنا له، وهادشي اللي غادي يبين مره اخرى كيفاش ان هناك واحد الاشتغال اللي هو بتنسيق اللي هو محكم مع المخابرات والعناصر الأمنية التركية من أجل الإطاحة بضحايا النصب والاحتيال بتركيا. سمعوا معايا ثم نقوم بالتعليق. أنا شخصيتي في الواقع ماشي هي شخصيتي في السوشيال ميديا. إذا كنت أنا متهورة قليلة أدب وصليقة لسان في السوشيال ميديا، راه في الواقع أنا محترمة كنحشم مؤدبة مهم. وإذا ما احترمتنيش غديك فين غادي تتربى، هذه باينة حكم أنك أنت جاي وسط بلادي وصحاب لك راك في بلادنا. لا، هذاك الشيء ملي نكون في بلادنا ديك الساعة قول لي أنت وا صوفيا وزا، قولها ملي تكون في بلادك وبلادي. ولكن ملي تكون في بلادي وهي ماشي بلادك فخصك تحترمني أكثر وأكثر، لأنه غادي نديك فين تتربى. سؤال، واش هو انت احترمتي الناس اللي كتكلم معهم عبر السوشيال ميديا؟ وحنا سمعنا كم من مره تسب المغاربه وتسب مجموعه من الشعوب عبر العالم، فعادي جدا انك غادي تلقى ردود افعال في الشارع. الناس اللي هذاك السب اللي سمعوه من يعني من الفم ديالك غادي تكون ردود على مستوى الشارع. ولكن هو كيقابلهم كيقول لهم اذا ما شي واحد تجرأ انه فقط غير يتكلم معايا. وفعلا الاخوه الكرام كنطلب من المغاربه اللي كاينين تما يردوا البال، لان السيد عنده ارقام ديال الهاتف ديال العناصر اللي كتشتغل مع الشرطه التركيه واللي كيحضروا في الحين واللي كيقدموا له
الخدمات بسبب أنه متوفرة واحد الحماية اللي تم اللي هي معينة، والسبب الثاني هو عبارة على واحد الماكينة اللي هي كتشتغل باستمرار ديال النصب والاحتيال واستقطاب مجموعة من الزبناء العرب أو المغاربة عبر العالم اللي كيجيو لتركيا، واللي كيخليو أموال طائلة. والأفضل إذا ما كانت يعني أموال غادي تدخل عبر المسألة ديال الابتزاز والتهديد، لأن هذه الأموال كتكون كتدخل بشكل مستمر ومتواصل. غاديك فين يعاودوا لك الادب والاحترام الاخرين، احترام الاديان، احترام الاجناس، احترام الاعراق، احترام الاعراف، غاديك فين تعلم هذا الشيء. الا انت في بلادنا ما تعلمتيهمش، هنا غتعلمهم كيفاش تحترم المثليين، فهمتي؟ فانا البارح هادشي اللي طرا ليا، انا غدا واحد الحشره من بعض الحشرات اللي تسحب لهم راها حنا في المغرب، راه حنا ماشي حنا راه في تركيا، وتركيا بطبيعة الحال خصك تحترم كل شيء، ومادام قللتي عليا الادب خصني نشد فيك بعشرة ديال اليدين وعشرين ديال الرجلين، ما نطلقكش تيجيو البوليس باش يديوك لديك البلاصة اللي غتربى فيها. هادشي اللي درت ديتو فين غيتربى، وبدا يطلب وزاوك، والله ما درت ليه ثلاثة ولا ما نديروش ليه. شي وحدة تدخل عليا تقول لي لا راه ولد بلادك، ماشي ولد بلادي، ماشي ولد بلادي، لأنه كان ولد بلادي غيحترمني، ما يقلش عليا الأدب. خصك تربى باش تكون عبرة بزاف ديال الأوباس والحشرات اللي بحالك اللي تسحب لهم صوفيا، راه ساهلة وقطرة صغيرة ندوزو عليها. أنا ماشي لقيتيني في شارع الرشيدي، ماشي لقيتيني في جيليز، ماشي لقيتيني في شارع الناصر، ماشي لقيتيني في ملابطة ديال طنجة، لقيتيني في تركيا. شوفوا هنا كيفاش كيقارن يعني التواجد ديالو بالمغرب مع التواجد ديالو في تركيا، وكيقارن مجموعة من الأحياء والشوارع المغربية اللي كيحاول يقلل منهم بأي طريقة من الطرق. راه لقيتيني في تركيا، وهنا يؤكد مرة أخرى على العلاقة اللي كاينة بينه وبين العناصر الأمنية التركية. أنا باش كنقول للمغاربة ردوا بارك الله فيكم البال، وراه ماشي غير صوفيا طالوني، راه مجموعة من النصابة والمحتالين تما يتعاملون بطريقة اللي هي متواصلة مع عناصر أمنية اللي عندهم واحد التنسيق اللي هو متواصل تما من أجل الإطاحة وتوفير الحماية. يعني راه ممكن توقع أشياء لا تحمد عقبها. هو كيقول أنا اللي أساء ليا في الزنقة غادي نصيفطو فين يتربى وغير يتكلم معايا شي حد، أما هو يسيء للمغاربة ويسيء لجميع الأجناس ويسيء للديانات وكل هذه الأمور اللي احنا سمعناها في حلقات سابقة، هو ما عندوش المشكل. غلطتي لأنه غلطت على وحدة قيمة وشان وبخدمتها وكرامتها ومشروعها وبالهيبة ديالها. شنو الهيبة؟ الهيبة ديالها باش المرة الجاية من شي حمار شي موسخ ولا موسخة يتجرأ أنه يقول نفس الهضرة اللي قال هذا، غادي ندي حتى هو فين يتربى. يلا خسارة ما عندناش لهاد السلوبية هنايا، ولكن ماشي مشكل يضربها رز، يضرب الرز مع راسو. وعليها أنا البارحة غبرت لأنه ديت واحد من داير راسو بطاط قدام صحابو، ديتو البلاصة فين كيتربو ورجعتو بعصال. هو المهم تنقولها لكم، أنا ماشي هي صوفيا اللي كاينة في السوشيال ميديا، أنا تنقولها لكم وتنعاودها لكم، الواقع ماشي هي السوشيال ميديا. ما تجيش عندي انا السوشيال ميديا الزرق وتقول لي ايزوكي ايزوكي، تنقولها غير في السوشيال ميديا ولا تنقولها مع الموظفات ديالي والناس اللي قرابين ليا، ماشي انت جاي ما كتعرفني وانا ايزوكي تولا غادي نفرقع امك. اش من ايزوكي ولا اي تنتي بعد ليا، ولا تجو وتحاب لك انا بحال جالس معايا في اللايف وتحشي لي الهضره، تحشي لي الهضره غادي نضرب امك تلوى، غنضرب امك توجك ما تعرف فين غيتلوى، نخلي وجهك في الشرق وانت غادي في الغرب. سمعتيني وانا تنقولها لكم، اي واحد غيقلل عليا الاحترام غير ربي الاصل دمو، غير ربي احسن تربيه، ولا ما ربيتوش انايا غتربيه الدوله، غير ربيه بلادي. الله يخلي ليا الشرطه بلادي اللي حاميني وعطاني قيمه اكثر من داكشي اللي كنت كنتصور، عطاني قيمه. غير واحد كيبغي يهضر باقي حتى ما هضر، كنوقف المو هنا لانه عارف راسي لحطت فيه يدي وجاو البوليس ديال بلادي غادي يشدوه هو، لانه انا كنت اعتبر عندهم امراه، وهنا الامراه خرط احمر، فهمتوا؟ ماشي غيجيو تلبسوا لي شي قاضي وقضي، لا، مادام هو تشد معايا ودبز معايا وغوت عليا وعايرني، الحق عندي انا الامراه، وعاد انا ملي كنمشي تمايا عارف اش نقول لهم، راه هذا ولد بلادي وراه انايا هربت من البلاد، واخا داك الشيء غيكذب، راه هربت من البلاد حيت حنايا ممنوع عندنا داك الشيء، بصراحه المثلية عندنا عادي في المغرب عشان عادي، ولكن تقول لهم لا انا في المغرب كيضربونا كيقتلونا كيقتلونا وكيحبسونا وكيضربونا وكيزيدوا الزين، هذا الشيء كان تعلمته من هذوك الناس اللي طالبوا اللجوء هنا، يمسك الله يوفقهم والله يحفظهم والله، لانه هنا القانون ما تيرحمش الناس اللي كيأذيو المثليين، ما تيرحموش، خصوصا حنايا، خصوصا حنا الشينيلات
عندنا الحقوق هنا في بلادنا. فلهذا المره الجايه حتى شي واحد من يتلقى لي في الزنقه يتجرأ عليا يخسر يعني يخسر معايا الهضره او يقلل عليا الاحترام، لانه كما قلت لكم غنصق فيه بجوج يدين وبجوج رجلين وما نتفك ما حتى نحطو في الكوميساريا فين غادي يتربى. وسير وقتاش غادي تخرج من ديك الحفره، خصوصا انه انا تركيه، وخصوصا هنا الاطراف كيعطيو قيمه بزاف بزاف لبنات بلادهم. وسيروا سولوا المغاربه اللي دازوا عندي انايا، طرا لهم مشاكل كبيره مع التركيات مثلا، انه غير قاسها غير بالغلط وصدقوا حكمينو بعام عامين، ولا غوت عليها صدقوا حكمينو بعام عامين، ولا ما دار ليها والو غير هي لصقات فيه. اقسم بالله وصلوا المغاربه، ولا كانوا شي وحدين طرا لهم نفس المشكله انا في تركيا تواصل معايا ونحط لهم تعليق، والله العظيم الا غير غلط ولا كاع ما هضرش معاه كاع وشدات فيه. فلهذا الواحد يحترمني لانه انايا كنتعتبر تركيه. هنا كيشهد على راسه بلا ما يحس بانه كاين واحد الظلم يعني من طرف المؤسسات التركيه ضد كل من هو اجنبي، وكيعطيو اولويه للنصابين، ما نقولوش المواطن التركي، كيعطيو اولويه للنصابين والمحتالين اللي هما خدامين عند هاد العناصر الامنيه. وكيقول انسان ما دار والو يقدر يكون غير غلط، كاين اللي تظلم ومشى بعام عامين بكل سهوله ويعترف بهذه الامور. علاه كنقول لكم ردوا بالكم مره اخرى، وهادو هما الناس اللي كتسمعوا الان كيتكلموا، هادو هما الناس اللي كديروا فيهم الثقه، وربما كنتو كتمشيو وديروا عندهم عمليات تجميليه، فما بالك اذا ما وصلتيش لذاك الشيء اللي بغيتي، او لا ربما تعرضتي لعمليه نصب وبغيتي انك تتكلم وتنتظر ان هناك مؤسسات تركيه غادي تحميك، او لكن واحد الشخص اللي هو ربما في جميع القيم ديال الاخلاق والمبادئ اللي غادي يقدر يتكلم معك ويناقش معك ويرجع لك الحق ديالك. هذا الشيء يقدر يكون في الخيال، اما الحقيقه انتم كتشوفوها قدامكم الاخوه الكرام. مره اخرى باش ننبهوا المغاربه من هذا الخطر القائم بذاته في تركيا، واللي مازال لحدود الساعه هاد الناس انتم كتشوفوا شحال من حلقه، هاد الناس ما بغاوش انهم يتراجعوا الوراء. والان كما قلت لكم بعد ما بزاف ديال المغاربه عرفوا الحقيقه ورجعوا الوراء، العياده ديالو خاوية حاليا، هو شفتو خرج لها نيشان كيهدد كيقول انا والشرطة التركية يد واحدة، واي واحد تجرأ انه فقط يتكلم معايا يديه ويتقطع بهذه الطريقة، كيقول يديه ويتقطع تما ويغبر في ديك الحفرة ويشبع روز. وبالفعل هذا ما يقوله هو صحيح، وانا كنأكد لكم هذا الكلام لانني اعلم جيدا الاشخاص اللي كيتعامل معهم، وانا كت يعني جبت الفيديوهات ديالو هو كيشهد على الشخص اللي كيتعامل معاه وعطى الاسم ديالو اللي كيشتغل بالمخابرات التركية. وإلا إن كانت كل هذه المعلومات هي خاطئة كنا غادي نشوفوا تطبيق القانون والاعتقال ديالو، بما أنه عرض الحياة ديال الناس للخطر، السب والقذف، التشهير، الابتزاز، النصب والاحتيال، والأكثر من ذلك كاين عليه شكايات عديدة ديال بزاف الناس لا تفعل. إذا غنعاود نقولها، ردوا بالكم ثم ردوا بالكم. إذا مشيتوا لتركيا ماشي غير من هذا الشخص، ولكن هما مجموعة من الأشخاص، إذا ما صادفتوهم في الطريق غادي تقدروا تعاني وتعاني بزاف. من جي لبلادنا ديك الساعه عايرني يضربني بالحجر درني بكلشي كاع ما مشيتش تشكابي، عارف غادي نمشي للكوميسير غير يشدوني بحال اللي داروا الولد الشينوي كاع ما نمشي نديكلاري بك، واش انا حمقى غتضربني وغتعايرني وغتدافع كلشي تديكلاري بك، بغيتي سيدي الوكيل اللي شدني قولي. إذا كاين شي خرق القانون راه ماشي هو اللي كتحاول أنك تصوروا الناس في المغرب كما داروا لولد الشينوية. ولد الشينوية عنده إهانة موظف ثابتة عليه، السيد كيتعامل بواحد الطيش وتعامل بواحد التصرفات اللي كانت لا أخلاقية، طبق في حقه القانون وانتهى. وأنا كنشوف إذا ما مشى معاه القانون بعيد راه ممكن أن الأمر يمشي أبعد مما تتخيل، ولكن بالنسبة لك أنت راه خرجتي لها نيشان وكتقول بأن المؤسسة التركية كتقولها من داخل تركيا بأنها تشتغل خارج إطار القانون وكتظلم الناس، وكتقول بأن الشرطة التركية كتشتغل لصالحك، وكتهدد الناس بأنك اللي تكلم معاك غادي نصيفطو فين يتربى، في حين أنك أنت تسيء الناس وكتسب الناس وكتطلب حتى شي واحد ما يتكلم معاك في الشارع رغم أنك كتسبهم وما كتخلي ما دير. إذا لو كان هناك قانون في هذا البلد اللي أنت كتكلم عليه لتطبق معك أنت الأول، ولكن كنشوفه مازال حر طليق رغم أننا تكلمنا على تبييض الأموال، الذهب، تكلمنا على بزاف ديال الأمور والمداخيل ديال التشهير والابتزاز، وكل هذه الأمور لم تتحرك فيها السلطات التركية رغم الحادثة ديال الاعتقال في المطار اللي لقاو عندك أشياء اللي هي ممنوعة وكل هذه الأمور، وتبين بأن صافي ما بقى ما يتقال في ذاك الموضوع، لان بالفعل ما تقوله صحيح، هاد الناس موفرين لك حمايه غير عاديه. اجي وانت يا لهوي كتقلبوا، وديري لها الدوسي جديد، ديري لها التهمه جديده، اش نتوما غيديروا ليا؟ التحرش بسيد القاضي.
لا 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 نجي المغرب واخا تعيروني واخا تقول لي الطوموبيل ما نهضرش نسكت حيت عارف راسي ما غندي والو انا غندي الحق ولكن زعما تقدر يطرى لي مشكل بحال اللي طرى لك فلان وبزاف ديال فلانات انايا خلوني هنا انا بخير هنايا المهم انا اللي اداني ولا اللي جبتني غنجبد لي عينه سالينا يلا خدتي احترموا احترموا ما احترمتونيش ما احترمكمش واللي فيه الفهامه غادي فين يتربى انا تنقولها لكم وديروا في بالكم واللي بغى يجرب مرحبا به انا كنكون في التقسيم شيشلي وجواهر مول وايسان تيبي اللي بغى يجرب يعاير ودي فين يتربى مرحبا ولا تديك ورا الشمس. اذا كما سمعتم معنا الاخوه الكرام السيد مازال زايد في الطغيان ديالو والا احنا جميع الظواهر أو الناس اللي كيقوموا بتصرفات أو أفعال خارج إطار القانون في السوشيال ميديا كنقوموا بالتعليق على الأفعال ديالهم وكنطالبوا بتطبيق القانون إلى حين ما أنهم كيتراجعوا. إحنا ما كنتكلموش بحقد على الأشخاص، ما كنتكلموش بانفعال أكثر من اللازم على الأشخاص، ولكن كنقوموا بالتعليق على الأفعال خارج عن إطار القانون ديال الأشخاص. وإذا ما بانوا لنا بأنهم تابوا ورجعوا وراجعوا الأخطاء ديالهم ورجعوا للوراء، فإحنا أيضا كنتراجعوا كنخليوا لهم فرصة المسألة ديال أنهم يصلحوا الأنفس ديالهم. ولكن هذا السيد هذا كيتبين كما شفتوا معنا قبل قليل بأنه مستمر ومندفع في الأخطاء والتصرفات اللي كيقوم بها. أما الآن الإخوة الكرام غادي نمشيو لمبين الظواهر حاليا أو للناس اللي ربما كيخرجوا على السوشيال ميديا بطريقة اللي هي غير مسؤولة. غادي نمشيو نشوفوا واحد الفيديو ديال عادل ميلودي اللي خرج بتصريحات غير مسؤولة وخطيرة جدا، خطيرة جدا. نسمعوا الإخوة الكرام كاملين ثم نقوم بالتعليق. هذاك الشيء كنقول لكم اخوتي المغاربه كنقولها لكم كنعاود نقولها لكم، راه النوبه غادي تبداو بيا انا غنكملوا بكم. شوف داك مسكين داك الدري اللي قتلوه البوليس، قتلوه البوليس فرحامنا شتو ولا ما شتوش، قتلوه البوليس فرحامنا شتو. هما داك الاعلام داك شي وحدين داك اللي دايرين معاهم السجواب ورجال الحموشي، اي رجال الحموشي الله يعمر هذا وماشي كاملين، راه كنقول كاين شي وحدين ولاد الخيريه ما كتيقونيش، ماشي كاملين الله يعمرها دار. دابا هو خارج بتصريحات من بعد الواقعه ديال الاعتقال ديال الزوجه ديالو اللي تورطات في اهانه موظفين، وحنا شفنا الحاله كامله اللي كانت وقعت وديك البساله كيفاش كانت كضر في البوليس، وكان السنكر ديال المغاربه بشكل اللي هو كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وكونوا متاكدين الاخوه الكرام انه اذا ما تمش الاعتقال ديالها في ذاك الوقت وتطبيق القانون بزاف الناس يخرجوا يقول لك وشوف اصحاب النفوذ وشوف كذا وكذا، نفس الكلام اللي كان كيروج اثناء المحاكمه ديال عادل ميلودي والشخص اللي كان كيدعي بانه الابن ديالو، واللي كان فيها الكلام بزاف ان عادل ميلودي شخص عنده نفوذ وكذا والكثير من الكلام اللي كان راج بقوه. فهاد السيده خرج لها فيديو واضح اللي طلع الدم للمغاربه وهي كتضرب في رجال الامن. الخطأ كان واضح، الإنسان إذا ما أخطأ يعترف بالخطأ ديالو وانتهى، ولكن السيد كيتبين بأنه ما تقبلش الحقيقة وما تقبلش ما وقع، فبدأ كيقلب بأي طريقة من الطرق أنه يسيء المؤسسات الدولة، وخرج وكيقول داك البوليسي اللي قتل فلان. أول حاجة انتهى الصورة اللي بغيت تصورها الناس على أساس أن موظف الأمن خارج إطار القانون، أنا لا أعتقد ذلك. موظف الأمن راه بحاله بحال جميع الناس، وممكن أن أي واحد تعرض للظلم من طرف موظف ديال الأمن، راه كاين النيابة عامة، راه كاين المؤسسات، راه ممكن تمشي تقدم شكاية ديالك وتتابعه قضائيا. إذا فعلاش هذه المسألة هذه من بعد ما الزوجة ديالك تورطات فيما تورطت فيه خرجتي أنت كتسيء المؤسسة ديال الدولة بهذه الطريقة؟ زيد على ذلك أنا عادة نمشي الأمور اللي هي أكثر من هذا بكثير، أنك باش تقول رجال الحموشي ماشي كلهم مزيانين بل كاينين فيهم ولاد الخيرية. هذه المسألة ديال ولاد الخيرية شنو زعما هذا المسألة ديال ولاد الخيرية واش معيورة؟ واش هذا زعما سب وقذف او لا تنقيص ولاد الخيريه؟ كنظن بانهم بحالهم بحال ايتها الناس كيف ما كنقولوا، يعني الاساءه للشريحه من المجتمع اللي صراحه ملي كنجيو نطرحوا السؤال شنو دارت لك وعلاش جبتيها بهذه الطريقه غادي نلقاوها ما دارت لك حتى شي حاجه. فعلاش الاساءه لها؟ وعلاش انك تنعت مجموعه من موظفي الامن بانهم ولاد الخيريه وحتى ان كانوا كذلك فلا عيب في المساله، وهي اهانه موظف. وانا اكون متاكد بأنه إذا ما كان تطبيق القانون فهذا الفيديو هذا اللي خرج راه كنت متأكد بأنك سيتم المتابعة ديالك بإهانة موظفين. وعاد بلا ما نتكلموا على إهانة الناس ديال الخيرية، لأن ما عرفتش
شنو داروا لك هاد الناس ديال الخيريه اللي تخرج وتخرج هاد الكلام بهذه الطريقه الغير مسؤوله. نسمعوا الاخوه الكرام ثم نستمر. المغرب كامل كل دار فيها كيدار، كل دار فيها كيدار، هذا ربك وامك وقيم وعندك الدراري وراك يخرج واحد فيكم ماشي هو هذاك، كل دار فيها. منين نقول لكم نوضوا هضروا على حقكم ونوضوا هضروا على حقكم. هذا جات فولدي البارح، اليوم جات في الدري وداك من جات فك، ودابا داك عرفتي داك مسكين داك الدري، داك الدري اللي قتلوا البوليس اللي ضربوا البوليس بالقرطاس في قنيطره في القصبه، ودابا كاين دخينا اللي في الرحامن اللي قتلوا البوليس. شي تعدد ديال شي بوليس شنو داير؟ فهمتيني ملي كنقول لكم البوليس الاول الله. اول حاجه كتخلط القضيه ديال الزوجه ديالك والابن ديالك اللي كان كيسوق السياره بطريقه اللي هي فبزاف ديال الطيش وعدم احترام القانون، ولا الزوجه ديالك اللي تعاملت خارج اطار القانون، كتخلط هذه القضيه مع قضايا اخرى اللي كان فيها اطلاق الرصاص من طرف رجال الامن. اول حاجه حنا شفنا بزاف ديال الفيديوهات اللي راجت على مواقع التواصل الاجتماعي اللي فيها مواجهه بين عناصر امنيه وبعض المجرمين اللي كيكونوا حاملين اسلحه اللي هي بيضاء، وكنشوفوا بان ذاك رجل الامن يتردد بشكل كبير انه باش يطلق الرصاص، والمغاربه كينوضوا كيديروا حملات على مواقع التواصل الاجتماعي اللي كيطالبوا فيها ان عناصر الامن يستخدموا السلاح الوظيفي ديالهم، والا كيقول لك المغاربه والا ليش كيليق هذاك السلاح الوظيفي اللي غادي نشوف انا يمشرمل هسيف على عنصر ديال الامن اللي في اخر المطاف كتزهق الروح ديالو اولا كيعرض نفسه للخطر بدون انه يستعمل السلاح الوظيفي. يعني كنقول لك بان هذا مطلب اول شيء ديال المغاربه. وثاني حاجه ملي كنلقاو الاستعمال ديالو كنلقاو الاستعمال ديالو ضد مجرمين اللي بالفعل يعرضون الحياه ديال الناس للخطر، ثم انه الاحتمال ديال الخطا هو وارد جدا، وحتى اذا ما كان الخطا فنعاود نقول لك كاينه مؤسسات ديال الدوله، كاينه النيابه العامه، وعند الحق للافراد كاملين انهم يتقدموا بشكايات ويتابعوا هاد الناس اذا ما كانوا اخطاوا بهذا الشيء. ولكن الخلط ما بين القضيه ديال الزوجه ديالك والابن ديالك اللي كان كيسوق يعني السياره بطريقه اللي مفرعنا بزاف مع القضيه الثانيه، راه كيبان فيها بانك تصفي حسابا ما، راه كيبان فيها بانك تصفي حسابا ما، ما كايناش المصداقيه هنا في الكلام ديالك، وعاد غادي نبين لك بالدليل الملموس من خلال واحد اللقاء اللي كان بيني وبينك اللي كان مصور واللي كان فيه 3 ساعات بان المصداقيه منعدمه في الكلام ديالك. عمرها دار الله عمرها دار، هذا هو الواقع. حيت انا شفت احسن بوليس، البوليس الواعر شفتهم بعيني بعيني، شفتهم في طنجة اقسم بالله، شفت فرقة مكافحة العصابات كيفاش دايرة، والبوليس كيفاش دايرة، وكيل الملك كيفاش دايرة، والناس الزوينة كيفاش دايرة في طنجة، عرفتي كيفاش داك الناس كيفاش دايرين. هذوك ملي تقول عليهم بوليس جي معاهم يا صاحبي، ملي تقول لهم فرقة وطنية وتقول لهم خيمة تجي معاهم اصاحبي، كتجي معاهم بصح فهمتيني، ماشي واحدين جايبينهم من الخيريه ودخلهم ويبقاو يعيقوا على ولاد الشعب. يقول لك رجال نفس الكلام يكرر، ماشي واحدين جايبينهم ولاد الخيريه، هنا هذو ولاد الخيريه ونعاود نقول لك ما داروا لك حتى شي حاجه، هما بحالهم بحال ايتها الناس، ناس سمم المجتمع. الاهانه ديالهم مرفوضه بهذه الطريقه، والاهانه ديال الموظفين ديال الامن ما فهمتش فابور هذه المساله هذه اللي انت هي كدير فيها. ثم هذه المساله ديال محاوله زرع التفرقه ما بين موظفين ديال الامن اللي كاينين في طنجه وبين باقي الموظفين ديال الامن اللي كاينين في جميع انحاء المملكه المغربيه، هذه ما صراحه ما غادي يكون عندها حتى شي تاثير، هذا كلام فقط نابع على واحد الشخص اللي ما تقبلش تطبيق القانون وما مكرهش انه يكون فوق القانون. وهذه التصريحات صراحه اللي فيها اهانه ديال واحد الشريحه من المجتمع والاهانه ديال الموظفين بهذه الطريقه ما كنظنش انها خاصها تدوز مرور الكرام. نستمر. الحموشي رجال الحموشي كنحترمهم كاملين، كنحترموا الامن الوطني وعاش القضاء وعاش محمد السادات اي كاين، ولكن راه كاين شي وحدين راه ما كيديروش خدمتهم، راه الهضره كنقول لكم انا راه هي اللي كتوصلوا ليه في الاخر، شي وحدين ما كيديروش خدمتهم، ما بغيتوش تفهموا هذه القضيه دي، شي وحدين في الامن ما كيديروش خدمتهم. سالك حفله، انا ولدي شدوه تكرفصوا عليه، راه جاب الله شدوه هو مكوك شدوه بوحدو كل ما تا هو، وتا هو السيد راه كيتخنق الدري كتشدينو بداك الشد راه ماشي، اقسم بالله ما كنتسنى هاتسنى نشوف، كنتسنى القضاء يكمل الخدمه، لان انا ما عندي شوف انا عندي ثقه كبيره في القضاء، انا ما عنديش مشكل مع القضاء، بالعكس القضاء عندي فيه الثقه وعندي فيه كل شيء مؤسسات اخرى ونتسناو. اللي كيحترم القضاء ولا اللي كيفضل اللجوء للقضاء هو اللي كيلجأ للقضاء وكيبعد على مواقع التواصل الاجتماعي والكلام الفضفاض والغير مسؤول. اما انك تلجا الكلام بهذه الطريقه والاهانه ديال الناس وتوزيع ادعاءات اللي هي كاذبه، هذا ما فيهش احترام للقضاء بتاتا، وكتبين بانك ما كتحترمش القانون، والا
إذا كنت كتظن بأنك بالفعل بأن الولد ديالك تعدوا عليه وتكرفصوا عليه، لو أنك لجأتي للقضاء وخذتي الحق ديالك وخرجتي بعد ما تأخذ واحد الحكم اللي هو نهائي، تقول بالفعل أن ها وقع وها هو الحكم النهائي اللي كيتبت بأن بالفعل الابن ديالي تعرض للاعتداء. ولكن هذا كامل ما كاينش، هناك خلط بين مواضيع اللي كتبين بأن المسألة ديال تصفية حسابات كاينة. السيناب ديال المرأة وما عندناش غرام ديال المشكل، ولكن هادوك اللي ضربوا لي ولدي ضربوه قدام الأعيون، وبقى عندي الفيديو وبقى عندي كل شيء تاع سالتي، وأنا معاكم. لكن انتم هذوك الربعة أنا معاكم، والله ما غنتفك معاكم، أقسم بالله احترامات الناس ديال القنيطرة، البوليس ديال القنيطرة القدام وكل شيء والجداد والغزالين وكلهم كنحترمهم وما عارفين اللي كنحترمهم وكنحبهم وكنقدر متحية من هذا المنبر نازل اللي كيكونوا في البراج نمثلكم كاملين. قلت لكم بداو بيا انا مرتي وبداو بولدي، بداو بيا انا غيكملوا عليكم نتوما. هي الايام جايه هذا بداو بيا انا وغادي يكملوا بكم نتوما. هو دابا هنا عطى لراسو واحد، طلع المستوى ديال راسو بزاف. بداو بيا انا وغادي يكملوا بك. شكون انت اول شيء؟ السؤال اللي كان خصك تطرح هو شكون انت اول شيء. سيدة ما جينا نقلبه، ما شخص عنده موقف سياسي معين، ما عرفتش، واحد شخص اللي هو كيغني في البيران وفي البوات ديال في العلب الليلية يعني بشكل عام. يعني علاش انا يعطيتي لراسك واحد القيمة اللي هي كبيرة؟ بدأوا بي انا وغادي يكملوا بكم انتم يعني بهذه الطريقة. والمسألة هي بسيطة جدا، واحد السيدة تعدات على موظفي الامن، طبق القانون، انتهى. وهذه المسألة ديال تصفية الحسابات اللي قلت فهي نابعة منه، هو دابا راه كيشوف راسو بأن في الدخل ديالو راه زعما كيرجع الصرف بهذه الطريقة غير من المنطلق ومن الخيال ديالو. أما الواقع راه كيقول بأن كاين مؤسسات، كل مؤسسة كدير الخدمة ديالها. خرج الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، المغاربة كاملين تأكدوا بأن الواقعة كانت ثابتة وبأن كان بزاف ديال الطيش تما، بزاف ديال الطيش وعدم احترام القانون تما، والمطالب طالبوا بها المغاربة، والفيديو تبارطاجا على أوسع نطاق. واحد مسكين مات الله يرحمه، الله يصبر والديه ويصبر خوته، الله يرحم ليه الوالدين. الله سيدي لا بقى فيا، اقسم بالله انا اول ما شفته هذا الصباح اول حاجه درت لي في الطن، وانا قلت والله تندير عليه لايف، اقسم بالله. علاش؟ واش ولات السيبه في البلاد؟ ما كاين السيبه في البلاد غير نتايا. وكانت ملي بغيتي تهضر على موضوع الزوجه ديالك مشيتي للمواضيع اللي عندها علاقه بالامن وعندها علاقه بمؤسسات ديال البلاد هكذا زعما، وخلطتي موضوع بموضوع باش انك تصفي الحسابات انطلاقا من الخيال ديالك، وفي حين انك اردت انك تقوم بهذا الفعل هذا ارتكبتي بزاف ديال الجرائم. وان كانت النيابه العامه غادي تحرك في هذا الاطار تكون متاكد بان هناك جرائم عديده قمتي بها، بحال ولاد الخيريه. ولاد الخيريه ملي كنطرحوا السؤال ما علاقتهم بالموضوع؟ الله اعلم. شنو داروا بك ولاد الخيريه؟ الله اعلم. وحنا باش نمشيو لاكثر من ذلك الاخوه الكرام، هذا عادل الميلودي سبق وكان عندي لقاء معاه في البيت ديالو، كان عندي لقاء معاه اللي هو مصور، طرحت عليه اسئله عديده جدا، كانت الزوجه ديالو وكان هو. خلال هذه الاسئله السيد كنسولو، كانت الزوجه ديالو ما بيناش في لو كادغ ديال الفيديو، يعني كانت السيده بعيده، كنطرح عليه اسئله. بعد المرات السيد كيخرج على السطر وكيجاوب شي اجوبه اللي هي خطيره جدا، يعني الاجوبه ديالو كيكون فيها ارتكاب جناح اللي هي خطيره جدا، وغادي كنقولوا غادي يصيفط راسو للحبس، لانه بكل بساطه الشخص اللي هو جاهل بالقانون بهذا المعنى هذا. وكان اللي كيوضع له حد للتصريحات ديالو هي الزوجه ديالو اللي منحي اللي اخر كنا كنكونوا نصوروا، كتنوض كتقول اش كتقول اش كتقول. فاحنا صورنا المده ديال 3 ديال الساعات، وتخيلوا معايا ان 3 الساعات تقطعت كامله بحكم انه كان كلام كثير وبقى عندي 3 ساعات محتفظ بها، تقطع منا خرجت الحلقه فيها نصف ساعه. يعني السيد كيبان بان العمر ديالو ديال واحد راجل اللي هو كبير، ولكن العقل ديالو ديال واحد طفل اللي هو صغير، ما كيعرف شنو كيقول، ما كيعرف شنو كيخرج. والزوجه ديالو كانت هي الفران وهي المكابح ديالو، ان السيد كيتصرف بتصرفات اللي غير مسؤوله وديال الدراري الصغار كيف ما كنقولوا. فمني مشات له الزوجه ديالو ها هو داخ، وهانتوما بديتو كتشوفوا التصرفات اللي كان كيتصرف بها، وغادي تلاحظوا تناقضات عديده في الخرجات الاعلاميه، منها القضيه ديال المقاطعه اللي هو كيقول بانني كنت كنشجع المغاربه على المقاطعه وهذا، وانا شاركت في المقاطعه وهذا. شويه غادي تلقاه كيلعب الدور المعكوس، مثلا في القضيه ديال قبل ما يطلع اخنوش رئيس الحكومه، خلال اللقاء اللي كدرت معاه كان قبل الانتخابات، وانا كنطرح عليه الاسئله، وصل
واحد النقطة أنا كاع ما سولتوش فيها. وناض كيقول راه أخنوش هو اللي غادي يكون رئيس حكومة لأن أخنوش الله يعمر ليه الدار وكل هذه الأمور. أنا ديك الساعات في ديك اللحظة تصدمت وتفاجأت وما فهمت والو. كنت كنقول أو كيفاش هاد السيد هذا اللي كان كيقول بأنه كان كيشجع الناس على المقاطعة وكل هذه الأمور الآن كيشكر في أخنوش بطريقة اللي هي عجيبة وغريبة. وفيما بعد تفاجأت بالكواليس كيقول لك لا سيدي راه كاين شي مهرجانات ديال أخنوش وراه الا ما شكرتوش وما درتش وما درتش وما درتش راه ما غاديش نشارك فيها. هو يفكر بهذه الطريقه. هادشي اللي كنقول لكم كامل مسجل. نسمعوا المقطع ديال الشخص اللي كيقول لك بانه دعم الناس في المقاطعه. سمعوا اش كيقول هادشي قبل الانتخابات قبل ما يكون أخنوش رئيس الحكومه. سمعوا معايا. ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي ندخل واحد شويه غادي نقول لان واحد الفيديو كما كتشوفوا انا جالس هنايا على الجنب هو جالس في الجانب الاخر. وهنا بالطبع انا ما طرحت لا سؤال لا والو في القضيه. هو مباشره بقى كيتكلم حتى غادي يوصل هذه النقطه هذه الراس. جيت نظر ديالي انا بالي هاد البلاد السعيده هذه خصها أخنوش. هذا هو الواقع. الا بغاو يسمعوا هذه القضيه هذه انا غنقول لهم بالمباشر وان شاء الله الرحمن الرحيم وثيق بيه قول قال هذه لواحد النهار أخنوش هو اللي غيكون رئيس حكومه في العقده الجايه ان شاء الله الرحمن الرحيم. والا ما كانش هضره وجهها وجه انا كنقول شي حاجه لك. علاش؟ لان هذاك السيد الوحيد في هذه البلاد السعيده اللي يقدر ينظم هذا الشيء كامل. لان هذاك السيد كيخدم انا بعدا شحال انا شوف انا راه ما خليت ما درت مع انا راه ما عرفت فين وصلت ثانويه ولكن اخويا في الاخر كنشوف كنلقى هذاك السيد راه كاين. انا بالنسبه ليا أخنوش راه هو الرئيس ديال الحكومه الجاي واللي بغاو يديروا شي حاجه يديروا شغلهم. هذاك قال لك أخنوش لانه مزيان وكذا. ملي قال لك علاش يعني وسول راسه علاش هو مزيان ما قال والو. تبين بانه تملق له بالمجان. تبين بانه تملق له بالمجان. هذا فيديو كنقول لكم قبل الانتخابات. ودابا ملي غادي توقع الواقعه ديال الزوجه ديالو غادي يخرج كيضرب في المؤسسات غادي يخرج كيضرب في أخنوش ما خلى ما قال. هنا شنو كان شنو هي الخلاصه ديال هادشي؟ هذا بان الشخص ما عندوش موقف مبني على الصح. بان الشخص المواقف ديالو مبنيه على المصالح ديالو. عنده مهرجانات خصو يمشي ليهم غادي يخرج وغادي يقول لك أخنوش الله يعمر ليه الدار. أخنوش ملاك منزل من السماء. حكا عنده شي مصلحه ديالو ما تقداتش بالو بان الزوجه ديالو طبق معاها القانون. لا مؤسسه ديال الدوله كلها خايبه لا أخنوش ما مزيانش لا كذا لا كذا نوضو ضرو. يعني الكلام اللي كنتو كتسمعوا هنا التقلب ديال الشخص على تقلب المصالح ديالو كتبين لنا الحقيقه الكامله ديال الشخص. وانا هنا صراحه كنطالب مد عتيل ميلودي. هو شخص صراحه في القلب وفي الداخل ديالو راه زوين وظريف وكل هذه الامور ولكن في العقل ديالو والتفكير ديالو في المنطقة ديالو الأحداث اللي كتوقع في المحيط ديالو فلا أظنه كيكون موفق في هادشي هذا اللي كيدير. والنصيحة ديالو النصيحة ديالي ليه أنه يبتعد على مواقع التواصل الاجتماعي قدر الإمكان. إلا كان النشاط ديالك في العلب الليلية في القاعات المغلقة وكل هذه الأمور خليك في الأنشطة ديالك وبعد على مواقع التواصل الاجتماعي. راه القرب ديالك مواقع التواصل الاجتماعي وانت ما عندكش المكابح الفم ديالك وغير مسؤول على الكلام اللي كتقول غادي تكون عندها شي نهايه اللي هي لان اليوم انت كتشوف بانك اهنت مجموعه من شرائح ديالنا. ونكونوا متاكدين الاخوه الكرام بان اذا ما طبق القانون راه غادي يكون فيها المساله ديال الاعتقال. اذا انت علاش غادي تخلي هذا المستوى توصل لهذا المستوى بان الفم ديالك يخرج عليك ويخليك انك ترتكب جرائم بالمجان. والاصل فهادشي هذا هو انني نلجأ للقانون ونخلي بان القانون ياخذ المجرى ديالو. كلام ماشي شغلي. اول حاجه باش نقول للسي أخنوش راه ما عمرو ما مش انا بعدا ما انا بعدا كنهضر على راسي انا ما عمري ما خدمت مع أخنوش في القطاع الفني ولا انه شي نهار عيط لي خدم شي بلاصه ولا شي نهار عطاني ولا شي نهار الهضره باش غير نفسر عباد الله فهمتيني. هذه الهضره ما عمرها ما كانت بالنسبه لي انا. الا كانت بالنسبه لشي فنانة واحد اخرين الله اعلم شغل هذا كان كنهضر على أخنوش لان أخنوش يعني الوقيته اللي انا الانسان الوحيد اللي كنت مع المقاطعه حقيقي. يعني منين نهضت المقاطعه انا اللي كنت كنهضر بالليل وبالنهار
عندي لايف مع 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 الجوج وعندي لايف مع تسعود، يعني جوج لايفات غير على المقاطعه في النهار. مني جيت نشوف غير مؤخرا هنا في كورونا لقيت كل اللي عاون هاد الناس كاملين، لقيت السي اخ نوش عطاهم المازوط كيدير 6 دراهم والناس ما خداماش، كيفاش هاد السيد ما تقولش لي الله يعمر لك الدار، كيفاش السيد لقيت وعاد عاونهم بالاموال، عاون الشعب بالاموال، نهضروا غادي كون معانا وكون منا وجي ضدنا هنا كنضرب. يعني هنا الصورة واضحة الإخوة الكرام، سمعتوا بما لا يدعو مجالا للشك بالصورة والصوت كيف السيد عنده مواقف اللي هي متقلبة على حسب المؤونة. من سولت وراء الكواليس كلو شنو زعما اللي خلاك تقول هذا الكلام، وراك ما قلتي بيني وبينك راك ما قلتي حتى حاجة منطقية، قال لي لا راه مهرجانات وكذا راه كيخصني نمشي ليهم وهذا وهذا. يعني نقدر إنسان يوصل للمرحلة ديال أنه يشكر شخص فقط على قبل الفلوس، فقط على قبل المصالح، هنا ما كيبقى عند الإنسان حتى شي مصداقية في الكلام ديالو، واخا تقول اللي تقول واخا تنتقد اللي تنتقد، الكلام ديالك يولي مرفوض لأنك كتبان بأنك تتقلب على حساب تقلبات المصالح ديالك. والآن ندوزو لموضوع آخر الإخوة الكرام ديال الفاتحة روتيني اليومي اللي شنا طبعا الاعتقال ديالها. الاعتقال ديال هاد السيدة اللي احنا كنا تكلمنا في حلقات متعددة عبر سنوات طويلة، كنتكلموا على أصحاب الروتين اليومي وقلنا إذا ما كنتم كتذكروا الناس اللي متبعين قلنا بأن هذا غادي يوصل واحد المستوى اللي هو خطير، غادي يكون فيه ممارسات اللي هي مباشرة، غادي تكون فيه أشياء اللي غادي تفاجئ المغاربة. اليوم وصلنا لواحد هذا كيتسمى سبق روتيني، كاين السبق الصحفي وكاين السبق الروتيني. هذا السبق الروتيني السيدة فجأة المغاربة دخلت للطواليت وصورات داكشي، فكان هذا العامل ديال المفاجأة عند المغاربة واللي خلاهم صراحة يبارطاجيو هذا الفيديو هذا بقوة. من بعد جات المسألة ديال الاعتقال، وهنا بقى كيتطرح السؤال الإخوة الكرام، شنو هو يعني القاعدة القانونية علاش تعتقلات هاد السيدة؟ بطبيعة الحال هنا كاين المسألة ديال الإخلال بالحياء العلني، المادة 483 من القانون الجنائي المغربي اللي كيقول ينص الفصل 483 من القانون الجنائي المغربي على أن من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارة أو الأفعال يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من 120 إلى 500 درهم. هنا كما سمعتم معي الإخوة الكرام الفصل 480 يتحدث حول الإخلال بالحياء العلني. هنا كيتطرح سؤال، أول سؤال الإخوة الكرام اللي نقدروا احنا ينطرحوا في هذه القضية، واش هاد فاتحة روتيني اليومي واش تم تطبيق معها القانون؟ يعني في المسألة ديال الاعتقال واش كان هاد القرار ديال الاعتقال ديالها صائب نعم أو لا؟ نقولوا نعم. واش تم تطبيق القانون؟ نعم. واش الاعتقال صائب؟ نعم. السؤال الثاني اللي كيتطرح الإخوة الكرام، واش هاد المادة ديال 483 من القانون الجنائي المغربي واش هي على جميع المغاربة؟ واش تطبق على جميع المغاربة؟ الإجابة هي لا، الإجابة هي لا بكل بساطة، واليوم تطبقات على أصغرهم. هاد المسألة ديال الإخلال بالحياء العلني خصوصا بالفيديو ديال المرحاض، إذا ما قصناها الظاهرة بمجموعة من الظواهر والتصرفات اللي كتوقع على مواقع التواصل، على القوية أصغر ظاهرة تم تفعيل هذا الفصل هذا 483 على أصغر ظاهرة كاينة ديال الإخلال الحياء العلني. يعني كنقصد هنايا بالمسألة ديال التأثير. والمتميز في هذه الواقعة ديال الفاتحة أنه كان سبق روتيني، يعني أول وحدة دخلت هذه المسألة للروتين اليومي ففجأة المغاربة، المغاربة بارطاجوها. زيد على ذلك المتميز أنه إعلاميين والصحفيين والناس اللي هما مشاهير خرجوا داروا فيديوهات، لقاوها طبعا الحيط القصير خرجوا كيتكلموا كذا، رغم أننا إذا مرجعتوا للفيديوهات ديالنا احنا ملي كنا كنتكلموا على الظاهرة ما كناش كنتكلموا على أشخاص، كنتكلموا على الظاهرة بصفة عامة. احنا ما بغيناش يتوضح حد لشخص معين، احنا بغينا توضح حد الظاهرة كاملة، يعني ماشي غادي نركزوا مع شخص معين كما داروا هاد الصحفيين والمشاهير اللي ما عمرهم تكلموا، والنهار اللي تكلموا حقروا على السيدة. حقاش إذا ما كنتوا تكلموا نوضوا تكلموا على روتيني اليومي بشكل عام، ما درتوش هاد المسألة، تكلمتوا على شخص ونوضوا كيتهجموا عليه باش يلعبوا الدور ديال البطولة وكذا وكذا. يعني التفعيل ديال هاد الفصل في القانون وتطبيق القانون جاء على إثر الكلام ديال الناس والمطالب ديال الناس بتطبيق القانون، فالقانون مشى وطبق. وإلا غادي نرجع وغادي نقول لك واش هاد المسألة ديال المرحاض والتصوار ديال الخروج، لأن السيدة ما تعرضت ما والو صورات الخروج ديالها، أنا شفت الفيديو، واش غادي تكون بقدر تأثير ديال واحد الأم اللي كتصور القاصرة ديالها
بنات اللي هما قاصرات اللي من المفروض يكونوا في المدرسة المغربية كتصورهم عريانين وكتوضع الفيديوهات ديالهم في اليوتيوب. هذا سؤال، هذا ما فيش إخلال بالحياة العالمية، يعني فيه استغلال الأطفال وفيه بزاف ديال الأمور. زيد على ذلك، واش هاد المسألة ديال فاتحة روتين اليومي غادي تقدر تكون بقدر الأفلام القصيرة اللي ولات اليوم كتصور بدون تراخيص واللي فيها ممارسات، ولا من هب ودب كيصور أفلام قصيرة وكيتم البت ديالها على اليوتيوب فيها ترويج الممنوعات البغاء، فيها بزاف ديال الأمور، تصور ديك الأمور ما كاينش اللي كيتكلم معاك، العوري فيها بزاف الأمور. أما إذا ما جينا نتكلموا على هذا الفصل 483 في هذه الأفلام القصيرة فحديت ولا حرج. واش هذا الفصل 483 علاش ما تطبقش مع واحد الممثلة مغربية اللي عندها جنسية إسبانية واللي كتبان في القناة الثانية وكتبان في القناة الأولى وكتمثل في أفلام مغربية وخرج ليها مؤخرا فيديو في واحد الفيلم اللي صورته في إسبانيا عندها ممارسات اللي هي مباشرة، السيدة عريانة من صبع رجليها الصغير حتى لراسها وكتمارس ممارسات اللي هي مباشرة فيلم، وهذه راه كمازال كتدوز إلى حدود هذه الساعة في القناة الثانية وفي الإذاعات الوطنية وهي كتدخل المغرب. علاش هذا الفصل ما يطبقش؟ راه الا جيت نقول لكم كل مره علاش هذا الفصل ما يطبقش ما يبقاش. انا هاد الناس اللي دايرين من الوالدين ديالهم، وحنا كنعرفوا الاسلام وكيفاش الاسلام كيوصينا على الوالدين، اللي كيشدوا الوالدين ديالهم وكيرجعوهم كلون، كيبدا يصور في باه وباه كيخسر الهضره، كيكون مسكين بلغ من الكبار عتيه، كيبدا يخسر الهضره وكيبدا يضحك عباد الله فيه. علاش انا ما يتمش تطبيق المساله ديال الفصل 483؟ ملي كنتكلموا مثلا على الطبقه ديال نادى حسي اللي كانوا سبوا المغاربه كاع، هادو ماشي غير هادو سبوا المغاربه، داروا الفوضى، خرجت لهم فيديوهات عريانين وزيد بحال مثلا هاد خيتي هادي، راه كيقولوا ناس بان عندها علاقه مسؤولي على ما تطبقش القانون، والا كاينين فيديوهات اللي كتاكد المساله ديال التورط ديالهم في هذا الفصل 483. إذن هنا الإخوة الكرام كاينه مجموعة ديال علامات الاستفهام. هنا غادي نرجع مرة أخرى، إذا كان المسألة ديال تطبيق القانون وهذا تفعيل هذا الفصل هذا غادي يكون البداية ديالو من القضية ديال فاتحة روتين اليومي، غادي تعمم على مغربية أو ناس اللي كاينين داخل أرض الوطن اللي كيقوموا بتصرفات اللي خارج إطار القانون، فهذا شيء مزيان. أما إذا كنا غادي نوقفوا حد هنا، هاد السيدة دخل الحبس وتخلي وليداتها على برا والآخرين مستمرين في المسألة ديال الروتين اليومي، فهذا أمر صراحة ما غادي يكون عنده علاقة لا بالمنطق ولا بالقيم ولا بتشي حاجة، لأن القانون خصنا نكونوا سواسية أمام القانون، وإذا ما طبق القانون يطبق على الجميع. راكين فيديوهات حاليا ديال الروتين اليومي فيهم ممارسات، واللي كيديروا هاد الفيديوهات كاينين من داخل المغرب، فيهم ممارسات رجل مع امرأة. علاش هاد الناس ما يطبقش؟ فقط لأن ما هدرش عليهم الصحافي فلاني، وما هدرش عليهم الإعلامي، وما هدرش عليهم المشهور، وما داروش ضجة، كياكلوا طرف ديال الخبز بالساكوت، يعني ما سايق لهم حد الخبر. انا كنشوف الاصل اذا ما كانت شاده يطبق على الجميع. وانت انا الاخوة الكرام مشيو نشوفوا واحد الفيديو باش اننا نعلقوا عليه، ديال الفنانه دنيا باطمه والصحافه المغربيه، اللي ملي تكلمنا على موضوع ديال دنيا باطمه قلنا الاخوة الكرام بانها مرت بواحد المرحله كانت عندها متابعه قضائيه، السيده استفدت الطروس وعرفت بان الحياه الخاصه ديالها ما خصهاش تخرج على مواقع التواصل الاجتماعي، وحنا بطبيعة الحال خضنا معها واحد الصراع اللي هو طويل، اللي فهمناها من خلاله بأن الحياة الخاصة ديالك إلا كنت تقدمي لنا شي حاجة قدمي لنا الفن ديالك، الحياة الخاصة ديالك والمشاكل ديالك وبشكل عام انتيا خلي المسائل ديالك بينك وبين راسك ما تخرجيش لنا على مواقع. السيدة لحسن الحظ أنها فهمت الدرس وتراجعات للوراء وبدأت كتخلي بأن الخرجات الإعلامية ديالها فقط تتحدث حول الفن والغناء ديالها، ما كتخرج حول هذا النطاق. السيدة استفدت الدرس، وغادي تبين مؤخرا من خلال الخلاف اللي وقع لها وسط العائلة ديالها مع الزوج ديالها بأنها كتتعرض لواحد النوع ديال الابتزاز من طرف واحد اللي كاين داخل الأسرة واللي كيبتزها باش أنها ترجع ليه. هاد السيد كيبتزها بالمعطيات العائلية ديالها والمسائل اللي هي خاصة ديالها، وحنا كنقولوا بأن إذا ما سالت الحياة بين الرجل والمرأة فكما تلقاو خوت يتفرقوا خوت، وما كاينلاش الراجل يخرج يضغط عن طريق سطوريات. بما ان السيده كترفض تخرج الحياه الخاصه ديالها صافي سكتات، هو كيوضعها في واحد النقطه ديال الاحراج وفي واحد النقطه ديال الضغط باش السيده ترجعوا باي طريقه او لا تقدم المبالغ، الله اعلم ما هي الاسباب.
فهنا الصحافة المغربية ملي كنتكلموا على كاين واحد الشخص اللي هو أجنبي عنده مشكل مع واحد السيدة اللي هي مغربية، وهذا الشخص اللي هو أجنبي كيظلم واحد السيدة اللي هي مغربية، سيدة مغربية بغات تحافظ على الصورة ديالها وبغات تخلي راسها في المجال الفني والخرجات الإعلامية ديالها في المجال الفني. هو لاش كيدير هذا الشخص الأجنبي؟ كيدير ستوريات وكيضغط على مرته من أجل الأشياء اللي هي معينة، من أجل الأشياء اللي هي معينة. هنا الصحافة المغربية نهضروا على جوج في الأصل، في الأصل هتجي مع بنت بلادك، ما غاديش تخلي أن ذاك الضغط والابتزاز أنه يتزاد أو لأنه يتفاقم. وهنا غادي نلقاو بأن العكس هو اللي غادي يوقع، وهذا الأمر ليس بغريب. شوفوا معي الفيديو ثم نقوم بالتعليق. الجمهور المغربي اللي كيتابعني والجاليه المغربيه والجمهور العربي كنقول لهم شكرا بزاف، وان شاء الله تشوفوا دنيا في الايام القادمه في حفله جديده. فين وصلتي مع فين وصلتي مع اسمح لي فين وصلتي مع الزوج ديالك؟ زعما انت واعر زعما لا لا انا لا. الراي العام كيعرف بزاف ديال الحوايج عليك. ماشي سوقك تسولني هذا السؤال، ولكن انت كتشاركي حياتك مع الجميع. السيدة كتتكلم كانت كتتكلم مع الصحافة الأول في المجال الفني وكل أمور، وطبيعة الحال حنا كنا كنقولوا لها في البداية أنها تمشي فيها، ما تخرجش لنا الحياة الخاصة. الصحافي يدخل وكيقول لها فين وصلتي مع الزوج ديالك؟ يعني الخدمة اللي كاين كيدير راجلها واللي رافضة الخدمة ديال راجلها أنها تخرج الحياة الخاصة، جا الصحافي وكمل في نفس الطريق. وهنا الأمر ليس بالغريب الإخوة الكرام، ملي ولينا كنشوفوا بأن الصحافة ناس اللي ولاو كيشدوا الميكرو مؤخرا ما عندهمش حتى السادس ابتدائي، ما قارينش حتى القراية، كتلقاهم قطاع ديال الطرق، تجار ديال الممنوعات، ولاو كيشدوا الميكرو وكيديروا مراسلين صحافيين وكيخرج. فعادي جدا انك غادي تلقى اليوم هاد المستوى هذا. راه مؤخرا كنا شفنا كاع دري صغير، دري صغير يعني قاصر شاد الميكرو وخرج للزنقه. اما الاصل اذا ما كانت شي وطنيه، كتشوف بنت بلادك عندها مشكل مع واحد اللي كيحطها تحت الضغط والابتزاز، فمباشره جي من جهه جي من الجهه ديال بنت بلادك، ماشي تزيد انك تدمرها. إذن الإخوة الكرام، لا يسعني إلا نقول لكم صراحة ما سخيتش بكم، لا تنسوا الضغط على زر لايك، مشاركة الفيديو على وسع النطاق، تنخرطوا معنا في القناة، كنتوا معنا في الحلقة 26 من حلقات إسطنبول باي نايت، نتلقى في الحلقة المقبلة وإلى اللقاء.